أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة معاني الأسماء اللي بتبدأ بحرف الباء. في الفيديو ده هنتعرف على اسم بلسم، هنعرف معناه وصفاته وحكم تسميته وكل شيء عنه. لايك واشتراك في القناة ويلا نبدأ. اسم بلسم من الأسماء المختلفة والنادرة في انتشاره، بيعتبر من الأسماء الغير متداولة ولكنه موجود ومعروف جدا في كتير من الدول. اسم مختلف في معناه ووصفه، عشان كده بيعتبر من الأسماء المميزة. اسم علم مؤنث من أصول عربية خالصة، ومعناه الإطراق والسكوت عن فزع، وده معناه باختصار الخبط على الباب ثم السكوت فجأة، ومعناه أيضا اسم لسائل عطر بيشبه المواد الصمغية اللي بتخرج من بعض شقوق الأشجار. بلسم من الشخصيات الراقية اللي بتتميز بحسن الخلق والاحترام لكل الناس، شخصية عندها ليونة في التعامل وقلبها طيب، بتحب الاختلاط بالناس ومشاركتهم دايما، بتعتبر من الشخصيات الاجتماعية وبتعرف تتعامل مع كل الفئات بأسلوب مهذب ومحترم. إنسانة مرحة، بتحب الضحك والهزار وروحها خفيفة، عاقلة جدا وبتعرف تتصرف في المواقف الصعبة اللي بتواجهها. حكم تسمية الاسم متفق عليه، وده لأن بلسم من الشخصيات الجميلة التي لا تسيء لله عز وجل ولا تحرض للعبادة لغير الله ولا تسيء للشريعة، فالاسم جائز تسميته ومقبول. شاركنا برأيك في التعليقات والاسم اللي حابب نتكلم عنه نعمل له حلقة مخصوص. لايك واشتراك في القناة واشوفكم الفيديو الجاي.